كان مطلوب مننا الاميون ديفيشنسي، الحمد لله ربنا سهلها وسجلناها. ايه بقى النقاط اللي كانت متبقية لمعظم الدكاترة عشان يدخلوا الامتحانات الاول؟ كان باقي البيولوجي. البيولوجيك يا دكتور، البيولوجيك. حاضر اهو، ادي البيولوجيكس. اتنين يا دكتور كان انترليوكين 17 في السرايسس او عموما يعني، والسمول مولكيول. بص يا دكتور بقى، طب انا داخل الامتحان وسيبنا من الاجابه على الاسئله دي، وانت هتلاقي الاجابه في الشرح يعني، وقال لي قول لي علاج اي اوتو ميون ديزيز، فانا اقول له العلاج اهو. طبعا حضرتك عارفين انه جنرال وميديكال وانترفينشن وسيرجيكال، او في ناس بتحب تسميها نون فارماكولوجيكال وفارماكولوجيكال، بس انت بلاش تخليها تو ايتمز عشان ما تزنقش نفسك في الاجابه. اديله سكيم باربع نقط واكتب براحتك بقى. طيب خلينا في الجزء الميديكال اللي يهمنا. هو الجزء الميديكال تريتمنت اللي يهمنا ايه؟ قال لك بص، انتقل علاج الاوتو اميون ديس اوردر للاتي. زمان كان القضيه على نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري والكونفنشنال دي مارد. الدكاتره اللي داخلين الماجستير او الدبلومه يعني يركزوا على الكونفنشنال دي مارد دي، وهيبقى المطلوب منك انك هتغطي سته كل ثلاثه مع بعض، ثلاثه مشهورين في الروماتويد وثلاثة مشهورين في الاس ال اي والازر. المشهورين في الروماتويد الميثوتريكسيت، الفلونامايد والسلفوسلازين، والمشهورين في اللوبس تمد خط العمر كده ازاثيوبرين مايكوفينيليت موفيتيل ثم السايكلوفوسفامايد. وبرده الاجابه مش هتطلع عن قاعده الثلاثه في ثلاثه. ايه ثلاثه في ثلاثه دي؟ هتقول المود اوف اكشن، وتتكلم عن الدوز، سايد افكت اند كونترا انديكيشن. ده اسمه ايه يا دكتور؟ ده اسمه فارماكولوجي. طيب لكن الاهم من كده بقى، تقول له هو احنا هنستخدم الادويه دي ازاي؟ اللي انت هتخبط بقى في الكلام انك تقول له الجايد لاينز. ثم انتقل الكلام بعد كده ليه يا دكتور بقى؟ قال لك بص يا سيدي، للبيولوجيكال دراجز، وبعدين طلع بعدها حاجة اسمها targeted synthetic DMARDS. طب حاجة دي ممثلة لمين دي؟ دي ممثلة لمين؟ قال لك قبل ما أقول ممثلة لمين، طب ما تيجي تفهمني كده. لو ده أنتجين يا دكتور أهو، تتعرف على إيه الخلية الأنتجين بريزنتنج سيل؟ هتعرضه على التي سيل اللي هي بتطلع انترليوكين 2. الكلام ده في اي حته يطلع صح. هتستيميليت الماكروفاج يا دكتور وتطلع سايتوكاينز. في السكه الثانيه الانترليوكين 2 بيستيميليت البي سيل تكبر وتطلع انتي بودز. طيب بالراحه كده واحده واحده، ايه بقى السايتوكاينز اللي حضرتك تعرفهم؟ قول له كتير يا دكتور، بس هو الهدف ايه بقى؟ ان السايتوكاين ده وليكن ماده تراينجل كده، ودي خليه ولتكن هي الفايبروبلاست الموجوده في السينوفال ميمبرين. بلاش فايبروبلاست، اندوثيليال سيلز في الجلط بس، بلاش اندوثيليال سيلز، ابيثيليال سيلز في اي حته، بلاش دي كيراتينوسايت. يعني معنى ايه الكلام يا دكتور بقى؟ ان انت لما تحط الاسكين ده ان شاء الله هتجاوب صح. فالانتي بادي ده يا دكتور هو سيركيليت الانترليوكن مثلا نقول سته مثلا يعني. ده على الخليه يا دكتور ليه ريسبتورز. طب هو الافكت فين؟ قال لك ست البيت موجوده فين؟ قال لك موجوده في النيوكليوس، فنسميها الستات. فالنيوكليوس دي يا دكتور لانها ست البيت لا تستقبل الا ستات. طب ايه الهدف؟ قال لك بص، انت اليوكن 6 ده المفروض يبعت اشاره للنيوكليوس يقول لها ايه؟ طلع لنا الماده الفلانيه. الماده دي قد تكون بروتين، ماده تعمل انفلاميشن، اي حاجه. ايه بقى يا دكتور الرابطه ما بين الانترليوكين 6 والنيوكليوس؟ قال لك بص، ليه ريسبتور على سطح الخليه، في انترليوكين 6 يمسك هنا كده، وبعدين كل ريسبتور، الريسبتور ده عامل زي الرجاله،
كل ست ما تبقى راضية عنه تقول له أنا ما شفتش زيك في حياتي، ولو بس كده برم بديله تقول له آه كل الرجالة بتلعب بديلهم. معنى ذلك يا دكتور إن أي ريسبتور في الدنيا ليه ديل، فالديل ده قد يكون اسمه إيه يا دكتور؟ قد يكون اسمه جاك مثلا. فلما السلك يلمس من بره الانترليوكن 6 يجي على الريسبتور ده الجاك يبقى فوسفوريليتد، وهذا دليل ان الجاك ده بيلعب بديله. تقوم الخلية تقول له ايه؟ والله ما انت بايت هنا على مامتك يا حبيبي. على مامتك يعني ايه؟ يعني الجاك يفصل يوم يروح لست تانية يقول لها يرضيكي كده. الاستاد ده بقى هو اللي مسموح له يدخل على النيوكليس. طب ما معنى هذا الكلام بقى يا دكتور؟ قال لك بص، الممثل العام للتارجت سينثيتك ديمارد لكلمه كبيره كده اسمها سمول مولكيولز ان روماتولوجي. طيب اللي داخل دكتوراه يا دكتور او ماجستير يقول ايه بقى؟ يقول انا لما اجي اتكلم على الادويه بتاعت الروماتولوجي الجديده دي قدامك طريقتين، والاسهل يعني ان شاء الله تكون كده، ان البيولوجي اللي طلعوه في الاول كان التي ان اف الفا يا دكتور صح؟ بلوكر. اثنين انترليوكن 6 بلوكر اباتاسبت اللي هو كو ستيميليشن باث واي. وبعدين طلعوا من بعدهم يا دكتور؟ طلعوا انترليوكن 17 بلوكر. اثنين انترليوكن 23 وطلعوا البي سيل ديبليشن ثيرابي. فانت بتتكلم على البيولوجي يا دكتور، قول له البيولوجي يا دكتور هتكلم عن عنوانين، كل عنوان اسمه 3 و3. طب وطالب الدكتور يقول ايه بقى؟ هزود السمول مولكيولز ان روماتولوجي اللي على راسهم مين؟ تارجتد سينثيتك ديمارز. طيب اسمحوا لي في الترتيب بقى، هبدا عكس المتوقع. يعني احنا سمعنا تي ان اف قبل كده وانترلوكين 6 ولا بيتا 6، هقول والله هقول ما تقلقش، بس انا لقيت بيبر موجوده في الانالز اوف روماتيك ديزيز وبعتها لحضراتكم بتاريخ شهر 9/2020 عن التراديشنال سينثيتك ديمارد. بيتكلموا عن ايه يا دكتور بقى؟ انا هفكرك بحاجه كده بس ارجو ان الاسكيم يكون واضح. طب انا اوضح الاسكيم تاني. بص لما تيجي تتكلم عن البيولوجيا يا دكتور كده قول له احنا انتقلنا من القديم للنص نص. القديم اللي هو تي ان اف الفا يا دكتور اهو، انترليوكن 6 بلوكر اباتا 6. طب رقم 2 طلع احدث منه انترليوكن 17 23 بلوكر. دول بتوع مين يا دكتور دول؟ شاطر، بتوع السيرو نيجاتيف، وخصوصا فين؟ في السورايسس، هتكلم عنهم حاضر. ثم البي سيل ديبليشن ثيرابي، برضه في بيبر اسمها بي سيل ديبليشن ثيرابي ان روماتولوجي. بص يا سيدي، قالوا احنا مش هنشتغل على السيرفيس او المولوكيول اللي ماشي في الدم، لا احنا هنشتغل على السيجنال ترانسدكشن، فسموها كده سمول مولكيول ان روماتيك ديزيزز. طب ودول مين يا دكتور بقى؟ اشهر ناس يا دكتور اللي اسمهم دول كلهم اسمهم ديل الريسبتور اللي جوه الخليه. اول ديل كان مين يا دكتور؟ جاك ستات. ودول عيله، ينفصل الجاك يكلم الستات. طب رقم 2 العيله الثانيه اسمها ماب كاينيز، برضه ديل يا دكتور. طب العيله الثالثه او الديل الثالث اسمه نيوكلير فاكتور كابا بيتا. طيب الديل الرابع مين يا دكتور؟ انا اقوله لك وانت تقول لي ده اختصار ايه؟ اسمه البي تي كي،
سمعته فين يا دكتور ده؟ تيروزين كينيز. صح، سمعناه فين بقى؟ والسبلينك تيروزين كينيز ده فين ده؟ اسمه، فاكر البروتو بتاع البي سيل ديفلوبمنت؟ اسمه بروتون تيروزين كينيز، اللي لما كان يبقى فيه مشاكل البي سيل ما تطلعش المينوجلوبينز. طيب ماشي، نلم الكلام ده تاني واحدة واحدة كده، واحدة واحدة. احنا موضوعنا النهارده كده اهو. بص يا دكتور بقى، لما تدخل الامتحان وقال لك بيولوجيكال ثيرابي، دايما هو يجيب في الروماتويد، تقول له لا هزيدك مش شعر بيت. احنا يا دكتور عايزين نعرف البيولوجيكال ثيرابي في الروماتولوجي كله. فقال له طيب بالراحة كده، امشي بمقياس التلاتة عشان تقدر تدي لنفسك درجة وانت في الامتحان. أول حاجة يا دكتور، أول حاجة تي ان اف الفا انتريوكن 6 اباتا 6. الناس بتوع السوري نيجاتيف 17 و23 وفي كلام لذيذ، ثم البي سيل ديبليشن ثيرابي في الروماتولوجي، سمول موليكيول في الروماتولوجي يا دكتور، اللي هم أربعة، وكلامك هيبقى مركز على الجاك ستات يا دكتور، لأن نازل كلام في الجايد لاينز حلو جدا يعني. ثم نتكلم عن دول كل واحدة كلمة كده. تعال بقى نبدأ كلامنا على الجاك ستات هنا. أنا كنت اتكلمت عنها قبل كده، لو حضرتك تفتكر يا دكتورة منى، كان بعد محاضرة الأوست ماليشيا اللي كان فصل فيها النت. طيب بص يا دكتور بالراحة كده، أول سؤال في الإم سي كيو هو الجاك ده يطلع مين يا دكتور؟ قول له بص إحنا ناس حمشة، الستات جوه البيت. طب والجاك؟ قال لك ده ديل الريسبتور اسمه جاك. طب هم الرجاله اللي بتلعب بديلها واحد بس؟ قال لك لا، ده الجاك ده عيله مكونه من اربعه، جاك واحد واثنين وثلاثه وتيروزين كاينيز اثنين. يبقى هل الجاك واحد؟ قول له لا، مالتيبل واحد واثنين وثلاثة وتيروزين كاينيز. بص يا دكتور بقى، بص 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 عشان اريحك من الجملة مزعلاك، هو السلكتيفيتي بتاعت الأدوية أخبارها إيه؟ يعني من قبل ما أقول لك الأدوية اللي بتمنع الجاك ده وأقول لك ده سلكتيف على فلان وده على علان، الموضوع ده يزعلك؟ قول له لا، هنحفظها بطريقة سهلة، بس قال لك السلكتيفيتي يا دكتور It's a matter of dose related. يعني ايه؟ يعني لما تدي سمول دوز يا دكتور تلاقي ماشي يشتغل على جاك واحد، لكن لما تعلي الدوز يبقى يشتغل بان جاك. فقالوا طيب ده احنا كده بقى متشوقين وعايزين نسمع مين هم الجاك. الجاك يا دكتور اكتر من ثمانية، عايزين منهم ستة. ليه؟ لان دول اللي اتكلمت عليهم الجايد لاينز. بص يا سيدي، أول ثلاثة ما فيهمش فصال، ليه؟ لأنهم مكتوبين في اليولار ريكومنديشن بتاع الروماتويد، وأقول لك ليه؟ حالًا. بص يا دكتور، الشطرة تغزل بالجاك، بمعنى أول جاك اكتشفوه كان اسمه توفاسيتيني. بيفكرني بالنون سيلكتيف نون سترويدر. يعني اشتغل عليه يا دكتور ده؟ بص بص كلمة واحدة، اسمه بان جاك. يعني ايه؟ يعني يقفل واحد واثنين وثلاثة. لكن بص يا دكتور، انت لو عندك ثلاث ولاد بتحب مين اكتر؟ قال لك انا بحبهم كلهم، بس التوفا ستينيب يا دكتور لو سألته، بص بص بص، يقول لك انا بحب جاك 1 اكتر، ينهبت جاك 1 اكتر. اللي بعده اكتشافا في الروماتويد، الكلام ده مهم، اسمه البيراسيتينيب. قال لك بص يا دكتور يعني هي بتجاك واحد واثنين. طب لو سألته قال لك يقفل جاك اثنين ثلاثة. بص بص اسمه اوبا اوبا داتا سيتينيب، يقفل واحد
مين يقولهم لي تحشيشه بقى يا دكتور؟ متواليه عدديه من تحت لفوق، القبه يقفل واحد، والبار يقفل واحد واثنين، والتوفا الستيني بيقفل واحد واثنين وثلاثه. فقال له طب ما انت عمال تقول لي ان الجاك ستات سته، انت عمال تقول كلام في الهوا. اقول لك اوعى تزعل بس انت ركز معايا. قال له بص يا دكتور بقى، اللي ما يطلعش شبه اهله يقولوا جايبينه منين؟ فقالوا اه ده في اتنين من الجاك يا دكتور اشباه دول، واحد شبه التوفا سيتينيب ان هو نون سيلكتيف، يعتبر بان جاك. بان جاك ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ قال لك اسمه ديفي سيتينيب، بيقفل واحد واثنين وثلاثه. لكن قلت لك لو عندك تلات عيال التوفا سيتيني بيقفل رقم واحد اكتر، امال البيفي سيتيني بيمتاز عنه او يبقى مميز عنه بمين؟ انه يقفل ثلاثة. طيب وواحد شبه القبة، طب هو قبة ده بيقفل مين؟ بيقفل واحد، اسمه ايه يا دكتور؟ اسمه فيل جوتينيب، ده بيقفل مين يا دكتور؟ جاك وان. أرجوك العالم الأشباه دي هم الناس اللي عينهم صغيرة، عشان كده دول يا دكتور هتلاقي في الكتاب يقول لك إيه، دول بس في اليابان، ساوث كوريا وتايوان. أنا مش ببيع لك الهوا بس خلي بالك عشان الجايدلاينز، دول ما هماش يونيفرسال يا دكتور. ليه بقى؟ اصل اصلهم اشباه عيونهم صغيره، فتستخدم في دول معينه لعلاج الروماتويد. اشمعنى الروماتويد؟ لان هو اكتر دواء، اكتر اسف ديزيز بيشتغلوا عليه في الترايلز. قالوا طيب امال فين رقم سته؟ قال لك بص يا دكتور عملوه توبيكال، اسمه ايه يا دكتور بقى؟ اسمه روكسو. روكسو روكسوسيتينيب عملوه توبيكال في السورايسس. طيب حبايبنا الحلوين، من هم الجاك انهبيتور في الامتحان؟ قول له ست. الجاك دول عباره عن مين؟ هينهبت الديل بتاع الريسبتور. النقطه الثانيه، من هي عائله جاك؟ واحد واثنين وثلاثه وتيروزين كينيز رقم اثنين. من قبل ما اقول هم سيلكتيف على مين؟ انها دوز ديبندنت. النقطة الثانية، مين هم الجاك ستات يا دكتور؟ غير مسموح يا دكتور ان انت تغلط في الثلاثة دول، والله غير مسموح، محدش هيسمح لك لا تغلط في التوفاسيتينيب ولا البيريسيتينيب ولا الاوباسيتينيب. ليه؟ عشان دول في اليولار جايد لاينز فور تريتمنت اوف روماتويد، وحالا هفكرك انها تبقى فرصه ان احنا نعيد الجايد لاينز بسرعه. وبعدين اتنين اشباه يا دكتور، اول ثلاثه متتاليه عدديه، قال لك اوبا طلع الاول. باريسيتينيب بحرف البي رقم اتنين، واحد واثنين. توفاسيتينيب الشطره تغزل بالجاك، يقفل واحد واثنين وثلاثه. لكن يكره مين اكتر؟ يقفل جاك 1. والاشباه عيونهم صغيره، شبه التوفاسيتينيب عباره عن بان جاك، هو البيفاسيتينيب. الفيلجوتينيب يا دكتور ده يقفل واحد، شبهه شبه القبه. طيب خليك معايا بقى، خليك معايا، تعالى بقى يا دكتور نتكلم عن شويه كلام كده بسيط وبرضه ده مهم في الامتحان. انت بتتكلم يا دكتور عن التوفاسيتينيب والباريسيتينيب والقبة والاثنين اشباه. نعيد عشان نركز، اول واحد اسمه ايه؟ ديفاسيتينيب ده بان 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 ها، ثم الفيلجوتينيب الاي واحد. يعني جرعتك كام يا دكتور بقى؟ للاسف الشديد جرعتك كام؟ قال لك بص يا سيدي، جرعة التوفاسيتينيب 5 مللي جرام، ده في القرص.
فقال له بص 5-1 في 2. في بعض الدول يا دكتور خلي بالك فيها اكستندد ريليز، اكستندد ريليز يعني الجرعه كام؟ 11 مللي جرام. حلو كده؟ يتاخد وانس ديلي. اسالك سؤال في الام سي كيو، والتوفاسيتينيب ده بيشتغل على اي نوع من الجاك؟ بان انهبيتور. بس يكره مين؟ جاك 1 اكتر من 2 و3، بس بيقفلهم الثلاثة خلي بالك. طيب المعلومة الثانية بقى عن التوفاسيتينيب، أرجوك أرجوك دي مهمة بقى، دي مهمة أقولها لحضرتك. مسألة، جالك مريض روماتويد وماشي على توفاسيتينيب، وجاله فانجل انفكشن، فانت هتكتب له انتي فانجل دراج المشهور اسمه الفلوكونازول، او طلع عنده ليتن تي بي وهتديله ريفامبيسين، هتعمل ايه في جرعه التوفاسيتينيب يا دكتور؟ ماذا تفعل لو اديت معاه الفلوكونازول؟ بص يا دكتور، التوفاسيتينيب ميتابولايزد في الليفر بمين؟ بالسيتوكروم بي 450. الفلوكونازول ده بيقفل هذا الانزيم، يبقى مفيش ميتابوليزم للتوفاسيتينيب، يبقى تعمل ايه في جرعته؟ تقلل التوفاسيتينيب اثناء العلاج بالانتي فانجل. ريفامبيسين يا دكتور، ريفامبيسين بالاي، انه انزيم انديوسر يخلي انزيمات الكبد تاكل التوفاسيتينين، يبقى اثناء علاج الريفامبيسين اللي انت بتديه للمريض لابد انك ترفع جرعه التوفاسيتينين. يبقى انت في الام اس كيو مع الريفامبيسين انكريز الدوز. طيب المعلومة الثانية بقى يا دكتور عن التوفاسيتينيب، بص يا دكتور، كل الأدوية دي مشكلة في حالات الليفر امبيرمنت أو الرينال امبيرمنت. قال لك ريحني واديني ام سي كيو. قال لك بص يا دكتور، الليفر امبيرمنت بيعملوا حاجة اسمها التشايلد كلاسيفيكيشن. بص بص، لو كانت تشايلد سي يا دكتور ممنوع تدي توفاسيتينيب. طب ما تقولها لي مساله. والله بص تشايلد سي يعني دكتور، بعد اذنك يا دكتور، اوامر. اين السؤال؟ ايوه سامع والله، سامع حضرتك، اتفضلي. دكتور حضرتك قلت في الفانجل هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في الدوز عشان النت قطع عندي ساعتين؟ لا واحده واحده، هو الفانجل بيعمل ايه اصلا؟ الانتي فانجل بيعمل ايه؟ بينهبت السيتوكروم بي 450 اللي بيعمل ايه؟ ميتابوليزم للتوفاسيتينيب. تمام. معنى ذلك ان مع الانتي فانجل التوفاسيتينيب السيرم ليفل يزيد. اوكي. يبقى انت لو كنت بتديه 1 في 2، لا المرض يمشي 1 في 1 بس. طب وليه انت حريص على كده؟ عشان بلاش التوكسيك افكت اللي اسهلها الريكرنت انفكشن اللي على راسها هربس زوستر. اوكي. حاضر. ميرسي يا دكتور، شكرا. عفوا عفوا. يبقى التوفاسيتينيب يا دكتور لو المريض عنده ليفر امبيرمنت، قول له اعرفها ازاي دي؟ قول له بص يا دكتور بالهداوه كده، بالهداوه، المريض ده مصحصح ولا رايح راس في راس؟ قال لك رايح راس في راس. بالروبين كام؟ قال لك عالي. طب رقم 3، القلب من كام يا دكتور؟ قال لك القلب من قليل. بص بص، قلب من قليل، بالروبين عالي، وعنده ابدومينال ديستنشن، والمريض رايح في راس، في راس الليفل اوف كونشسنس وديستنشن في الابدومين. في الحاله دي ممنوع تدي التوفاسيتينيب. لكن يا دكتور المريض بوردر لاين،
المريض بوردر لاين. بوردر لاين يعني ايه؟ يعني القلب من في النص، بالروبين مش عالي قوي والمريض مصحصح، تدي الدوز القليله من التوفاسيتينين. ارجوك يا دكتور عشان لما تقعد قدام الممتحن الكلام ده، بص ما فيهوش فصام. خد الثانيه بقى، اخبار التوفاسيتينيب مع الرينال امبيرمنت. قال لك اديني ارقام، تطلب ايه من المريض؟ قول له بص يا دكتور هطلب كريات كليرنس، وبيقسموها لثلاثات. ايه ثلاثات دي؟ فوق 90 لا غبار عليه، طب من 60 ل 90 ده مايلد رينال امبيرمنت، طب من 30 60 الناس هتقول لي من 30 ل 59 حاضر. ده بقى التوفاسيتينيب عادي. امال تعمل دوز ادجستمنت امتى؟ لو كان الكريات كليرنس اقل من 30، لو كان بياخد 5 1 في 2 يبقى ياخد 5 1 في 1. هذه صفه وحيده، صفه وحيده مع التوفاسيتينيب. يعني انت لو هو عايز يلعب في الام سي كيو يا دكتور، او انت قدامك مريض، معظم المرضى من نان استرويد اللي عندهم رينال امبيرمنت، طب تعمل ايه؟ تقول له لا، ده في ميزه ان التوفاسيتينيب يا دكتور اقل من 30 ينفع، بس بشرط انك تدي الليست افكتيف دوز. يعني لو كان بياخد 10 اديله 5. طيب هنا السؤال بقى، هو التوفاسيتينيب يا دكتور ده ابروفد في كام مرض في الروماتولوجي عندنا؟ يلا مين شاطر يقول لي بقى؟ عادي جدا، بص يا دكتور، ابروفد في الروماتويد، سيراتيك ارثروباثي، وفي الالسيراتيف كولايتس او انفلاماتري باول يعني، ثم البقيه في الترايلز تاتي. بس خد المعلومه دي في الام سي كيو، هو في الانفلاماتري باول انت عندك كم مرض يا دكتور؟ قول له عندي مرضين، واحد يمين اللي هو الكرونز ديزيز، واحد شمال. الترايلز يا دكتور وجد الاتي، ان البان جاك انهبيتور حلوه في المرض الشمال. يعني واحد عنده السيراتيف كولايتس تديله مين يا دكتور؟ قول له اديله التوفاسيتينيب. ليه؟ احسن. اما الناس بتوع الناحيه اليمين يحبوا السلكتيفيتي. ايه السلكتيفيتي دي؟ القبه او اللي شبهه في الجوتينين، هنجي لها بعد شويه. يبقى معلوماتك سريعه يا دكتور بقى قبل ما نتكلم في اي حاجه. ما هي عائله الجاك؟ 1 2 3 تيروسين كينيز 2. هل هناك سلكتيفيتي؟ قول له ده كانت خالتي وخالتك، وانها دوز ديبندنت، كل ما تعلي الدوز يحصل ساتوريشن يقفل كل الجاكس. ما هو الجاك؟ هو الديل بتاع الريسبتور سواء سايتوكاين او غيره. من هما الجاك انهبيتور؟ ثلاثه وثلاثه. الاساس ثلاثه اساسيين واثنين اشباه. ايه اشباه دي؟ عينهم صغيره، استخدموهم في اليابان، كوريا، والثالثه تايوان. ده موجود في الجايد لاينز كده. التوفاسيتينيب كان اول فرحتنا في مين؟ في الروماتويد. ده بان جاك انهبيتور يقفل واحد واثنين وثلاثه. امال باراسيتينيب يقفل واحد واثنين، والقبه يقفل واحد. انزل من تحت لفوق كده فتقول ده واحد، ده واحد واثنين، ده واحد واثنين ثلاثه. جرعتك في التوفاسيتينيب كام يا دكتور؟ قول له مثلا في الروماتويد بيستخدم 5 مللي جرام مرتين، او واحده اكستندد ريليز، زيه زي السورايسس بالظبط. مشاكلك ايه بقى؟ قال لك مسالتين، مريض روماتويد وعنده فانجل انفكشن، عليك ان انت تقلل دوز التوفاسيتينيب. روماتويد وماشي على ريفامبيسين، تزود الدوز بتاعت التوفاسيتينيب. باقي المساله مع الرينال امبيرمنت والليفر اخباره ايه؟ قول له لو المريض تشايلد سي يا دكتور لا يستخدم التوفاسيتينيب، وكلهم كده. لكن التشايلد دي بتقلل الجرعه والتشايلد دي عادي. طب في الرينال امبيرمنت يا دكتور؟ قال لك بص نعمل كريات كليرنس. التكه اللي لازم تعرفها
الليميتيشن بتكون امتى؟ لو الكريات كليرنس اقل من 30، الوحيد 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 من الجاك ستات انهيبيتور اللي مسموح انه يستخدم في مريض الكريات كليرنس اقل من 30 هو التوفاسيتين. نروح للدواء الثاني يا دكتور، الباريسيتينين. ايه بقى القصه دي؟ قال لك بص، الباريسيتينين يا دكتور جرعته في كل الدنيا 4 مللي جرام. حلو كده؟ قالوا طيب ماشي، مفيش تكه صغيره؟ قال لك بص، امريكا بس اللي فيها 2 مللي جرام. يا سلام، فانت بتستخدم الاربعه وانس ديلي، ومكتوب الاثنين وانس ديلي في امريكا. حلو يا دكتور، حلو. اول تكه بقى، جالك مريض يا دكتور، جالك مريض روماتويد، خلي بالك عشان تظبط المسائل مع بعضها. التاني كان روماتويد وفانجل انفكشن وروماتويد وتي بي، طب ده روماتويد معاه ايه بقى؟ قال لك بص، كان ماشي على الفلونامايد او ماشي على بروبنسيد. الفلونامايد ده ديمارد، بروبنسيد ده ايه ده؟ هنسمعه فين؟ او سمعناه فين قبل كده؟ في الجود. برافو عليك، برافو عليك. ايه اللي يحصل بقى؟ قال لك بص، الناس دول يا دكتور لهم ميكانيزم اوف اكشن على الرينال تيبيولز، بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا ايه؟ ينهبت، خلي بالك، خلي بالك، الاورجانيك انايون ترانسبورتر. يا حلاوه، ايه اورجانيك انايون ترانسبورتر دي؟ قال التيبيولز اهي وادي الخليه، بيحصل بينهم تبادل كده، تبادل ما بين التيبيولز والخليه وكده اهوت، اللي بينقل الحاجه من هنا لهنا اسمها الاوت، اورجانيك انايون ترانسبورتر. خلي بالك عشان خاطر. طيب الميتابوليزم بقى يا دكتور بتاع الباريسيتينيب بيشتغل على المعلم ده. طب اذا كان ده انهبيتد يبقى السيرم ليفل بتاع الباريسيتينيب عالي، صح كده؟ طب تعمل ايه يعني؟ لو كان كونكومتنت مع الفلونامايد هتديه، او مع البروبنسيد قلل جرعه الباريسيتينين. قالوا طيب، المعلومه الثانيه، لو المريض ليفر او رينال امبيرمنت، بص يا دكتور اللي بيسكن بقى، كل دواء في المسائل عليه ثلاثه، واحده لها علاقه بالروماتويد او الفانكل، واحده لها علاقه بالروماتويد، ثم الكلام الثابت بتاع الليفر ديزيز. ركز يا دكتور بقى، الليفر ديزيز، الليفر ديزيز. قال لك اه، بنعمل حاجه اسمها التشايلد كلاسيفيكيشن. ايه دي؟ هادي البومين، تشوف الباب، بلوروبين، كونشسنس، ابدومينال ديستنشن. والله الناس دول حلوين، اسمه تشايلد ايه، نص نص، اسمه تشايلد بي، الراجل راح راس في راس، اسمه تشايلد سي. تشايلد سي ممنوع، تشايلد بي اقلل الجرعه، تشايلد ايه عادي. امال الرينال يا دكتور بقى؟ قال لك بص يا سيدي، قال لك بص، لو الكريات اقل من 30 لا ينال شرف التمثيل، لا ينال شرف التمثيل، لا يعطى الباريسيتينيب والرينال كريات كليرنس اقل من 30. طب خد بقى، بص بص، لو من 30 ل 60 تقلل الجرعه، عشان كده التوفاسيتينيب 30 60 ما كنتش بتقلل، كنت بتقللها وهو مسموح بيه في اقل من 30. سهل يا دكتور كده؟ يبقى اول دوائين توفاسيتينيب ثم الباريسيتينيب، طلع بعدهم مين يا دكتور بقى؟ القبه ده، القبه ده، الاوباسيتينيب ده، عشان نقفل بس ونقول الجايد لاينز بتاع الروماتويد بسرعه يعني. قالوا طيب يا دكتور، هو الاوباسيتينيب ده انت جرعتك كام؟ افكرك التوفاسيتينيب 5 × 1 × 2 او 11 مره واحده، الباريسيتينيب رقم 2 ففي 2 4 مللي جرام، واليو اس اي بروفايدد وابروفد فيها ال 2 مللي جرام. وعلى فكره الاثنين دي لها ميزه، قال لك الاوباسيتينيب ده، بص يا دكتور، قال لك يا اما 7.5 يا اما 15، 15 ده وانس ديلي،
قال لك السبعة ونص ده موجود في اليابان بس، ما هو لازم يطلع لنا في كل حتة موال كده. الكلام على علاته يا دكتور في الاوباسيتينيب ده، قال لك ان الراجل ده منصص نفسه نص 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 نص. يعني ايه؟ يعني بص يا دكتور، الباراسيتينيب والتوفاسيتينيب اساسا يورينري اكسكريشن، اما الاوباسيتينيب نص نص، نص في اليورين ونص في الاستول. طيب اول ثلاثه دول ما فهمش فصال. طب ما فهمش فصال، او مسالك سؤال، متى يستخدمون؟ قال لك بص يا دكتور، تفصيلا ولا على العلاج؟ قال لك تفصيلا. قال لك بص، في الروماتويد يا دكتور انت بتبدا بمين؟ بكونفنشنال دمار زائد مين عشان ما تنساش، ما يجراش حاجه يعني، ستيرويد. حلو كده، كونفنشنال دمار تستخدمهم يا اما مونو يا اما معاهم ناس تانية، والاساس كان ميثوتريكسين. طيب جالك المريض بعد 3 شهور الامور مش مظبوطه، يا اما تعلي الدوزه تعمل كومبانيشن، 6 شهور خلاص بقى لو في الخير ما رماه الطير. فقال لك بص بص، يبقى فيلد كونفنشنال ديماند. كنت بتعمل ايه يا دكتور انت في الحاله دي ومعاك بور بروجنوستيك فاكتور؟ قدامك سكه من اتنين، يا تي ان اف الفا، يا اما تدي جاك ستات انهبيتور. سالك سؤال بقى، في 2016 اليولار قال ايه؟ قال لك هم لو خيروك ما بين التي ان اف الفا والجاك ستات هتختار مين؟ لا الصوت بعيد شويه. قال لك اللي تعرف احسن من اللي ما تعرفوش، فقالوا استخدم الايه، تي ان اف. جم بقى في اليولار الاخيره دي قالوا ايه؟ قال لك بص بص بص، ان الجاك ستات يا دكتور اختاره، وان هو ليس انفيرو للتي ان اف. كلمه ليس انفيرو يعني مساوي، ولكنها ماتر اوف ايه يا دكتور؟ ايوه سيفتي. وده اللي ينزل سؤال دكتوراه، ايه اخبار السيفتي في الجاك ستات انهبيتور؟ عشان كده انت دايما بص يا دكتور، التي ان اف قديم، لما جم يصنعوا الجاك فقالوا لا ده التي ان اف احسن، بعدها قالوا لا ده الاثنين زي بعض. الشركات بتشوف شغلها بقى، قال لك لا ده الجاك ستات احسن، بعد شويه هيقول لك اعدموا التي ان اف الفا ويستخدموا مين؟ الجاك ستات. طب قالوا بص يا دكتور بقى، اول تك وسيفتي من ناحيه ايه؟ قولي تاني يا دكتور ايمن، قولي تاني. السيفتي يعني من ناحيه السيفتي بتاعته من ناحيه ايه؟ ما هو برضه من ناحيه السايد افكت. ما انا جاي لحضرتك يا دكتور ايمن اهو. طيب ماشي، بص يا دكتور ركز بقى. دكتور يعني السيفتي بتاعت الجاك اعلى من تين اف؟ لا انا مش قصدي، اتس ماتر اوف سيفتي. يعني ايه؟ ما انا هقول بس ايه، بس ده يعني ده متاخر في المسلسل سنه بس يا دكتور، والله هقول، والله هقول، بس بقول الجايد لاينز قالت كده. طب المعلومه الثانيه، قال لك انت اديت، انت قلت مثلا انا هختار التي ان اف يا دكتور، طب ما استجابش، قال لك شفت على الجاك. يبقى الخلاصه ايه؟ متى تستخدم الجاك في كل الاوتو ميون انفلاماتوري ديس اوردر اللي على راسهم الروماتويد؟ فيلد كونفنشنال او انادكوت ريسبونس للتي ان اف، بتدي الجاك صح كده؟ الجاك انهبيت. قالوا طيب ما تبقى الاثنين الجاك التانيين اللي هم البيفسيتينيب والتاني اسمه فيلجوتينيب اللي هم الاشباه، ده الاي يعني رقم واحد، يبقى ده بيبلوك جاك رقم واحد، يبقى شبه مين؟ شبه القبه. البيفسيتينيب بيقفل مين؟ واحد واثنين وثلاثه، يبقى شبه مين؟ توفاسيتينيب. بس الفرق ما بينهم ان ده يكره ثلاثه اكتر، اما التوفاسيتينيب يكره واحد اكتر. قالوا طيب هي جرعة البيفسيتينيب كام؟ قال لك بص يا دكتور، من 100 ل 150 وانس ديلي. دول بيستخدموا فين؟ جابان، ساوس، مش عارف مين، وتايوان. الفيلجوتينيب يا دكتور بيدخلوه الروماتويد دلوقتي بيقولوا لي اندر ريفيو. ماشي. يبقى انت دلوقتي يا دكتور عرفت اول حاجه انت هتستخدم ده امتى؟ بتتكلم عنهم جنرال كده كجنرال فارماكولوجي وتقول الجايد لاينز بتقول كذا. طيب المعلومه الثانيه بقى يا دكتور بقى اللي تهم كل الناس، اللي تهم كل الناس، مين من الجاك انهبيتور اللي ابروفد في السورايسز والالسيراتيف كولايتس؟ توفاسيتينيب صح، لكن هم كلهم ابروفد في الروماتويد،
ما عدا البيف والفيجلو، دول بيتبعوا اللوكال جايد لاينز في الدول اللي انا قلت عليها دي. تعالى بقى يا دكتور ال ان بي الثانيه، المعلومه الثانيه، هو في استخدامات يا دكتور للجاك ستات انهيبيتور بره الامراض دي؟ يعني احنا عندنا امراض ثانيه هل نستخدم فيها الجاك ستات ولا لا؟ ايه رايك يا دكاتره؟ اسمها اندر ترايلز للناس اللي داخلين الدكتوراه، كلهم اندر ترايلز يا دكتور، بمعنى في الاس ال اي من 1 ل 5 كلهم اندر ترايل فيس 2. طب رقم 2 في السيستميك سكليروزس بيستخدموا الفيلجوتينيب والتوفاسيتينيب فيس 2 برضه، الاسبونديلو اندر ترايل فيس 3، يبقى هم كلهم اندر ترايلز حتى في الجاينت سيل ارترايتس والبوليمايلجيا روماتيكا. ده بس اللي حابب يعرف الباقيين، فانت هتحط بقى امراض الروماتولوجي وتقول ان الناس دول اندر ترايلز. طيب تعال نروح بقى يا دكتور للتكات، اسال حضرتك سؤال كده بيني وبينك، يعني هل الجاك ستات انهبيتور، هل الجاك ستات انهبيتور تستخدم في البريجننسي ولا لا؟ واخبار اللاكتيشن ايه؟ ايه رايك يا دكتور؟ بص يا دكتور، بص وانت مريح كده قال لك لو دي في ميل ماشي على جاك ستات انهبيتور وتو بي بريجننت، قلت لك يا دكتور انا عايز احمل خلاص اعمل ايه؟ والله بطل الجاك ستات انهبيتور 4 اسابيع قبل الكونسبشن. ليه يا دكتور؟ لانه مش مضمون. الميزه فيها انها تبطلها سريعه، شورت هاف لايف. 2 هل هي سكريتد في البريست ميلك؟ قالوا لا، بس كوشسلي كونترا اندكيتد في البريست فيدنج. المعلومه الثانيه، هل هم ياثروا على الميل فيرتيليتي؟ قال لك اللي بحرف الاف هو اللي ياثر يا دكتور، الفيلجوتينين. والحمد لله ده مش موجود في مصر، ولكن قالوا في الاثنين ميل او فيميل ممنوعين، كونترا انديكيتد، كونترا انديكيتد. يبقى انت اتكلمت عن الميكانيزم اوف اكشن والدوزس والمسائل بتاعتهم ومتى تستخدم على حسب الجايد لاينز. تعالى بقى يا دكتور نتكلم عن السيفت بتاعت الادويه دي. ايه بقى قصه السيفت بتاعت الادويه دي يا دكتور؟ قال لك والله بص يا سيدي، اول حاجه في السيفت انك انت قبل ما تبدا الادويه هتعمل ايه؟ 2 ما هي النون سايد افكتس؟ واحده واحده. بص يا دكتور، البيز لاين اللي بتطلب انك بتطلب السي بي سي واقعي، يعني بقول لك ليه؟ ليفر فانكشن تيست، رينال فانكشن، حد يزيد يا دكتور؟ ليبيد بروفايل، بعض الناس السي بي كي. نبدا من تحت لفوق، نبدا من تحت لفوق. هو انت بتطلب السي بي كي ليه يا دكتور؟ قال لك مع الجاك ستات انهبيتور يا دكتور، الجاك ستات انهبيتور دول يرتفع السي بي كي ولكن مفيش كلينيكال مايوباثي. حلو كده؟ الا لو المريض ديفلوب سيمتومز وانت متوقع ان السي بي كي يزيد. ادي اول معلومه. طيب المعلومه الثانيه يا دكتور بقى، المعلومه الثانيه قال لك بص يا سيدي، هو انت هتطلب ليبيد بروفايل ولا مش هتطلب؟ قال لك تطلب كل قد ايه؟ كل 3 شهور. يبقى بيز لاين وبعد 3 شهور. هحط الايتمز بس وبعدين نعمل ديسكشن واحده واحده. طيب المعلومه الثانيه، المعلومه الثانيه ليفر فانكشن ورينال فانكشن وسي بي سي تطلبه امتى؟ قال لك بيز لاين، اول مريض ما يجي لك، وبعدين بعد شهرين. يعني بص يا دكتور، 1 2 ثم كل 3 شهور. يعني هتطلب في الشهر الاول والشهر الثالث، بس خليها بعد شهرين عشان تخفف عليك الامور.
اول مساله بقى يا دكتور، اول مساله قبل ما نتكلم في السايد افكت، هو ايه التاثير المعروف للجاك ستات انهيبيتور على السي بي سي؟ ما هو التاثير المعروف للجاك ستات انهيبيتور على صوره الدم؟ قال لك بص يا سيدي ركز معايا كده، هو احنا لما بنروح اي مكان مثلا رخصه مرور بتلاقي عدد شبابيك الخدمه اكتر ولا الناس اكتر يا دكتور؟ اكيد الناس اللي بتطلب الخدمه اكتر من عدد الشبابيك. ده ايه المعلومه الغريبه دي؟ قال لك بص بص يا دكتور، ادي الجاك اهو بيشتغل عليه من بره سيفرال سايتوكاينز، عشان كده يا دكتور انت اوعى تطلب نفسك بقى ان السايتوكاين الفلاني بيشتغل على الجاك ستات العلاني. يعني اقول لك مثال يا دكتور، مين اللي بيشتغل على جاك واحد وثلاثة؟ ناس كتير، انترليوكين 7 و9 15 21. طب انا احفظ الحاجات دي ليه؟ ده بس حاجات بتيجي في راسي كده فالواحد يخبطها يعني، فاهم؟ قال لك طيب المشكلة في مين بقى؟ المشكلة اللي انت لازم تكون عارف يا دكتور وتكون حافظه زي اسمك، ان الاريثروبويتين هرمون السيجنال ترانسديوسر بتاعه هو الجاك 2. يعني ايه؟ يعني عشان البون مارو يصنع ار بي سيز لابد يوصل له سيجنال عن طريق الجاك 2. حلو، يبقى جاك 2 ده لما تعمل له انهبيشن المريض ده يجي له انيميا، فاهم؟ قال لك ركز كده عشان المعلومه دي غريبه شويه. مش انت يا دكتور حضرتك قلت لي في اول المحاضره ان موضوع السلكتيفيتي ده اي كلام؟ اقول لك اه، وما زلت عند رايي ان السلكتيفيتي كل ما ترفع الجرعه مش هتلاقي سلكتيفيتي يا دكتور. فقال لك طب ما تقولي الكلام في الام سي كيو عشان تريحني. قال لك بص يا سيدي، بص وانت بتتابع السي بي سي الهيموجلوبين يقل زين يحصل له جراديوال انكريز. غريبة دي. طب الهيموجلوبين يقل يا دكتور عشان انت بتقفل جاك 2 ده، طب امال هيزيد بعدين ليه؟ قال لك بص يا سيدي، مش الجاك انهيبيتور دي بتقفل سايتوكاينز؟ قول له اه. طب مش السايتوكاينز دي كانت بتأثر على البون مارو ما تخلوش يصنع ار بي سيز ولا يستجيب للاريثروبوتين؟ يعني تديك نورموسيتك نورموكروميك انيميا؟ معناه ايه الكلام ده؟ ان كلما كان الليفل اوف انفلاماتوري ميدياتورز في البراد يقل يتحسن الهيموجلوبين. فقالوا بس خلاص تخبط المعلومه الاتيه، ان كلهم هيقللوا الهيموجلوبين وبعد كده جراديوال انكريز يا دكتور. خلي بالك خلي بالك خلي بالك جراديوال انكريز. يا نعم، مش مفهومه حضرتك عادة تاني. بس حاضر حاضر بالراحه خالص. دلوقتي يا دكتوره مان احنا عندنا قلنا ان مالتيبل سايتوكاينز اللي هم الناس دول على شبابيك الخدمه القليله دي، لان الجاك دول اربعه، هتلاقي 50,000 سايتوكاين يشتغل على الجاك. هل هتحفظه؟ لا، ما عدا مين بقى اللي تركز عليه لانه يعتبر سبيسيفيك. اه، الاريثروبوتين ده لما بيروح الاريثرويد سيرو في البول مارو اللي هتصنع ار بي سيز يقوم يبعت لها الجاك 2. سهله دي؟ فلو انت يا دكتوره مال مديها جاك 2 انهبيتور يبقى المريض هيجي له ايه؟ انيميا. حلو، عشان الاريثروبوتين مش هيشتغل. تمام. حلو، طب ما هو ده يبقى مع المفروض مع جاك 2 انهبيتور بس. قال لك ما انت قايل في الاول ان السلكتيفيتي عباره عن دوز ديبندنت. قالوا طيب واقعي ان الهيموجلوبين يقل، هقول لك مسائل دلوقتي وتعمل فيها ايه؟ لكن ايه بقى انه جراديوال انكريز ده؟ ايه بقى موضوع جراديوال انكريز ده؟ قال لك بص يا سيدي، ما هو الجاك ستات انهبيتور له انتي انفلاماتوري افكت انه بيمنع تصنيع سايتوكاينز كتيره. احدى السايتوكاينز سته مثلا، او اذر سايتوكاينز. انا بقول يعني ده باعتباطا كده دكتور، اي سايتوكاين هينهبت البون مارو اللي هو الميكانيزم اوف نورموسيتك نورموكروميك انيميا.
حلو كده. فلما انت تدي جاك انهبيتور السيتوكاينز دي تقل، يوم يحصل ايه في مستوى الهيموجلوبين لما تيجي تقرا يقول لك بص يا سيدي ديكريز زين جراديوال انكريز. سهله تمام بيعلو بعض. ايوه بالظبط. هو ميكانيزم الاول انت منعت الجاك هتتوقع ان في انيميا، طب ليه هتزيد بعد كده تحسن الهيموجلوبين؟ قول له عشان الانتي انفلاماتوري افكت بتاعت السيتوكاينز اللي اتمنعت. خد الثانيه بقى، انت متابع مع المريض والسي بي سي بتاعته طلع الهيموجلوبين يا دكتور، هم كاتبينها في الجايد لاينز جرام بير لتر، احنا بنعرفها ملي جرام بير ديسيليتر، هي يعني اضرب في 10. فقام قال لك ايه، بص الجايد لاينز بتقول ايه، لو اديت الجاك ستات انهبيتور يا دكتور، جاك ستات انهبيتور وانت بتعمل متابعه للمريض شهر وبعدين بعد شهرين يعني في الشهر الثالث وبعدين كل 3 شهور لقيت الهيموجلوبين بينزل كام؟ قال لك بص لو الهيموجلوبين اراوند 9 يعني هو مثلا كان بادئ على 110 فقل لي 20 جرام بير لتر، ها او يعني كام 2 مللي جرام بير ديسي لتر، لو حوالين 9 ما تقللش دوز الجاك ستاتين هابت لكن يقل اكتر من 9 يوصل هيموجلوبينه 8 لا ده بقى ده لازم تعمل انتربشن للدوز. لغايه امتى؟ لغايه الهيموجلوبين ما يرفع تاني. طيب قالوا طب هو احسن واحد بيلعب اللعبه دي مين في الام سي كيو؟ الفيلجوتينين. الفيلجوتينين ده يا دكتور من احسن الناس ان لو المريض ماشي عليها، ولكن ده مش عندنا بس ده موجود في الجايد لاينز. يبقى اول واحده السي بي سي يا دكتور، اول واحده السي بي سي هيموجلوبينك كام؟ قول له 9 مفيش مشكله، اقل من كده انتربشن للدوز لغايه ما ارتفع الهيموجلوبين. خد المساله الثانيه، مش انت عارف يا دكتور ان الجاك ستات انهبيتورز دول ان الجاك ستات نورمالي مهم للهيماتوبويسز اللي هو تصنيع الوايت بلاد سيلز؟ قال لك اه. قام قال لك طب وانت خايف من ايه يعني؟ قول له بص يا دكتور بقى، بنطلب في التحليل الابسوليوت كاونت بتاع مين؟ الابسوليوت كاونت بتاع النيتروفيلز، وارقامه لازم تكون محفوظه وعلى فكره هي ثابته، ثم الليمفوسايتس. هقول لك تاني اهم خليتين في الوايت بلاد سيلز من حيث العدد النيتروفيلز، لو الابسوليوت كاونت يا دكتور اكتر من ال 1000 مفيش دوز ادجستمنت. فاهم؟ قال لك اه. امال الخوف منين بقى؟ قال لك لو هي من 500 ل 1000 طلعت 750 مثلا، تقلل الجرعه لغايه ما يرتفع الابسوليوت كاونت لاكثر من ال 1000، يا تقلل الجرعه يتوقفوا تمبرري. خد المعلومه الثانيه، امال الليمفوسيت كاونت كام؟ ثلاث ارباع. ثلاث ارباع يعني لو اكثر من 750 بير كيوبيك مليمتر ماشي الحال، لكن لو العدد من 500 ل 750 تعمل نفس الكلام، يا تعمل تمبرري انتربشن توقف الدواء يا اما تقلل الجرعه. دي اول مساله على السي بي سي. طيب رقم 2 يا دكتور انت عارفها بقى، ليفر فانكشن ورينال فانكشن، تعرف تعيدهم تاني؟ ماشي. ليفر فانكشن يا دكتور تخلي بالك من الاي بي سي دي، البوم بالروبل ليفل اوف كونشسنس والابدومينال ديستنشن، كل دول موجودين خصوصا لو راح راس في راس ممنوع هذه الادويه. الامور مايلد يا دكتور ما فيش مشاكل، في النص تشايلد دي لازم تقلل الجرعه. رينال فانكشن بص يا دكتور كلهم بيحتاجوا دوز ادجستمنت، لكن مين المسموح عند اقل من 30 لما الكريات يقل عن 30 اللي هو الكريات كليرنس اساسا؟ مين المسموح؟ اوف بس
2-6-2. طيب معلومة تانية بقى، دهون كل 3 شهور، أخبار الليبيد إيه يا دكتور بقى؟ تعملها بيس لاين وبعد كده كل 3 شهور. هيهمك إيه في الكلام؟ قال لك بص، بما إن معظم هذه الأدوية يا دكتور ميتابولايزد في الليبر، فالمشكلة إن بيحصل إنكريز في الليبيد بروفايل، خصوصا مين؟ الناس اللي بتضر يعني. فما قال لك بص 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 بص، الملاحظة إنها بتزيد وبعد كده يحصل لها ستابيلايزيشن بعد فترة. قالوا طيب هو ده كويس ولا وحش؟ إيه رأيك يا دكتور يعني؟ يعني هي أنت هتقول للمريض ده هي زايدة المرة دي هنعيد بعد 3 شهور. أنت إيه رأيك بقى يا دكتور؟ تعمل إيه؟ تقول للراجل إيه يعني؟ تقول له بص، هو أنت عندك كارديوفاسكولار ريسك فاكتور ولا لا؟ يعني ايه يا دكتور؟ سنه كبير، دايابيتك، هايبرتنسيف، اوبيز، ولقيت الليبيد عاليه، يبقى تتعالج على اساس اللوكال جايد لاينز، والافضل تبعد عن الجاك ستات انهبيتور. قول لي يا دكتور انا عارف انها بيحصل ارتفاع ازين ستابلايزد، بس لو الراجل ده معاه ريسك فاكتور ممكن تدخله في سريبرو فاسكولار ستروك، يعني يدخل في ستروك مثلا او يدخل في ام ار. يبقى الليبيد فيها كلام على حسب الليفل يا دكتور. قول له على حسب الانيشال ليفل، لقيت الليبيد عاليه وهو كاتب لك الريسك فاكتور العلاقه ما بين الهاي دنس لايب بروتين توتال كوليسترول ومديك رقم، لقيته عالي قول له لا بلاش الموضوع ده، او تعالج الليبيد الاول وبعدين ندي صاحبنا ده. ده اسمه يا دكتور بقى از ريجارد السيفتي من حيث اللابوراتوري كونديشن، من حيث اللاب. انت هتعمل ايه للمريض؟ قول له سي بي سي، ليفر فانكشن ورينال فانكشن، وتكتب ثم ليبت بروفايل، وبعدين ها السي بي كي يا دكتور يرتفع من غير كلينيكال ايفيدنس. طيب ومن حيث السايد افكت كلينيكالي بقى يا دكتور، الحاجات اللي انت بتشوفها كلينيكال على المريض فكرني كده. انا اقول لك رقم واحد انكريز انسيدنس اوف انفكشن. طب رقم اثنين مالجننسي، ده شبه مين ده؟ شبه التي ان اف بالظبط. طب رقم ثلاثة يا دكتور الثرومبوفينس ديس اوردر اللي هو الثرومبو امبوليك مانيفستيشن. تعالى واحدة واحدة بقى كده مع الانكريزد ريسك اوف انفكشن. قال لك هو انت يا دكتور خايف من مين اكتر؟ اكتر انسيدنس اوف انفكشن مين؟ اللي بيزيد مع الناس دي. قسمها يا دكتور اكيوت او كرونيك براحتك يعني. اكيوت او كرونيك براحتك. بس بص يا دكتور بقى انت يهمك اثنين. التي بي يا دكتور يحصل له اكتيفيشن عادي. رقم اثنين الهيربس زوستر. بص يا دكتور الاكتيفيشن في الهيربس زوستر مع الجاك ستاف اعلى من التي ان اف بلوك. قالوا طيب هنا في نقطة بقى، هو امتى تقول ان الراجل ده انا هكتب له جاك ستات انهبيتور ويحصل له اكتيفيشن للهيربس زوستر؟ مين الهاي ريسك فاكتور يا دكتور؟ قال لك بص الناس الحساسين بالفيرال انفكشن الفيميل، اثنين الناس الاولد ايج. طب رقم ثلاثة لو ماشي على بريدنزولون اكتر من 7.5 بير داي. والريسك فاكتور الرابع هوس بيتاليزيشن. يبقى بص يا دكتور الخوف من اول حاجه ان يزيد الريسك فاكتور بتاع الهربس زوستر، وده بيحصل معاهم اكتر من تي ان اف بلوكرز. وما اسالك سؤال بقى، مين الناس اللي انت تخاف عليهم يا دكتور؟ قول له سنه كبير وفيميل واكتر من 7.5 وهوسبيتاليزد بيشن. النقطة الثانية، هو ليه يا دكتور بيحصل اكتيفيشن للهربس زوستر؟ ليه؟ قال لك لأن بص لأنه بيمنع جزء في الانيت امين ريسبونس اللي هو بيكسبريس الانترفيرون يا دكتور. كلمة انترفيرون يعني انترفير، وده انتي فايرال افكت، فهو بيقل مع الجاك ستات انهبيتور. طيب المعلومة المهمة بقى، المعلومة المهمة
لو المريض يا دكتور جاله هيربس زوستر وماشي على العلاج يعمل ايه؟ اكيد ببساطة يعني هتقول لي يا دكتور قول له نوقف ونعالج الهيربس زوستر بانتي فايرال. طب في الناس اللي هم الجابانيز وكده عندهم ريكارنت هيربس زوستر يبقى يمشي على انتي فايرال بروفلاكسيس. يجي السؤال المهم بقى، ايه اخبار الفاكسينيشن؟ قال لك بص يا سيدي، قال لك بص كوشس ليولار يقول ايه؟ كوشس لي انت خايف ان الناس دول من غير ما يكون عندهم الريسك فاكتور كده كده الجاك ستات انهيبيتور يا دكتور بتمنع الانترفيرون، فحضرتك متوقع ان يحصل له هربس زوستر انفكشن. فقالوا اه، يبقى قبل ما تبدا الجاك ستات انهيبيتور اديله الفاكسين. بقد ايه يا دكتور؟ قول له شهر. قبل ما تدي التوفاسيتينيب او الباراسيتينيب او القبه لازم تدي الفاكسين قبلهم بشهر. فقالوا طيب المعلومه الثانيه بقى، المعلومه الثانيه مع الفاكسين، مش انت بتقول ان انت بتستخدم الجاك انهيبيتور وطبعا زي البيولوجيك بيتر تو بي كومبايند مع الميثوتريكسيت، فلو انت المريض ماشي على ميثوتريكسيت وياخد جاك ستات انهيبيتور واديته الفاكسين كانك يا ابو زيد مغازيت، يبقى لازم تعمل ايه؟ توقف الميثوتريكسيت جرعه. ليه؟ لان ده بيعمل بلانت الانتي بادي ريسبونس. قالوا طيب هو انواع الهربس زوستر فاكسين كم نوع؟ قال لك نوعين، نوع موجود فيه الفيروس بس مروض يعني اللي هو الاتنيويتد، وطلعوا مين حاليا؟ الكيلد فاكسين الميت ده. فقال لك بص، طب والميت ده ميزته ايه يا دكتور؟ ان حتى المريض لو ماشي على امين سبريسيف او امين ميدوليتور خلاف الميثوتريكسيت زي الفل. وقالوا ده مور سيف، مور سيف. يبقى الخلاصه، هو انت السيفتي معناها ايه في الامتحان؟ قول له السيفتي عنوانين، كلينيكال ولاب. اللاب سي بي سي رينال فانكشن ليفر فانكشن تيست، سي بي كي ليبيد بروفايل. اثنين الانفكشن، تي بي يا دكتور عادي يعامل زي التي ان اف بالظبط. خلي بالك من الهربس زوستر يا دكتور، تخاف منه ليه؟ قول له بطبيعه الحال عشان الانترفيرون قليل. طب وايه تاني؟ اولد ايج فيميل 7.5 فما فوق او هوسبيتالايزد بيشنت. نعمل ايه يا دكتور بقى؟ لو جاله الهربس زوستر وماشي على الدواء وقف الدواء ودي انتي فايرال، لو كان ريكرنت بياخد بروفيلاكسس. طب ما تيجي تمنع الموضوع من الاول وتتكلم على فاكسين، قول له ادي الفاكسين قبل ما ابدا الجاك انهيبيتور بشهر، ولو كان ماشي على ميثوتريكسيت اوقع جرعه. قالوا طيب المعلومه الثانيه، المعلومه الثانيه ودي مهمه على فكره، قال لك انكريز الانسنس يا نعم معلش. بالنسبه للميثوتريكسيت دكتور، هو بيتوقف بعد بعد الفاكسين باسبوع، طب قبله في مشكله؟ لا هو المفروض على فكره المعلومه دي مهمه والله يا دكتور امال، انت بتوقفيه 2 ويكس ولكن بالنص كده فور براكتيكاليتي انت بتضرب 1 دوز بس عشان الانتي بادي ريسبونس. بعد ولا بعد؟ بعد. ايوه. طب هو يعني لو هو حتى لسه واخده مش المفروض ان هو شغال يا دكتور؟ المفروض ان هو شغال، ما انا بقول حاجه اهو، ان هو المفروض مثلا هو بياخد الحد يبقى قبلها اسبوع فاضي وقبلها اسبوع فاضي، يبقى انت هتعمل دروب لجرعتين. ما انا عارف هم ما بيتكلموش على كده بس ده المقصود في الجايد لاينز على فكره، لو بصيتي في الليسته بتاع الدسكشن هتلاقي الكلام ده اسمه قبلها. ايوه تمام، عشان ما يعملش بلانت الانتي بادي ريسبونس. طيب طب تعمل ايه يا دكتور ايمان؟ هو بياخد الجرعه يوم الاحد، قول له السبت الجاي تاخد جرعه الفاكسين ويوم الاحد صباحا ما تاخدش ميثوتريكسيت. يبقى يوقف اسبوعين. ايوه يبقى عرفت بقى، يبقى كده كده اسبوعين بس. هو هي دروب 1 دوز او صح كده؟ هو كده دروب 1 دوز مظبوط. ايوه طيب نروح للموضوع الثاني بقى،
اخبار المالجنسي يا دكتور، اخبار المالجنسي. قال لك بص يا سيدي، هي عموما ما دكتور بتبتش. يعني احنا يعني قولي تاني الصوت يا دكتور. بنوقف الام تي اكس بعد الفاكسين، يعني بندروب الدوس بعد الفاكسين. بص حضرتك اهو اللي دكتور بتعمل بنوقف الام تي اكس بعد بعد الفاكسين. ايوه، ما بص يا دكتوره، هو بياخد الفاكسين الام تي اكس يوم الاحد، كويس؟ فباخد جرعه الاحد، اقول له يوم السبت الجاي هتاخد الفاكسين، حلو كده؟ تاني يوم اللي هو المفروض يوم الميثوتريكسيت ما ياخدش الام تي اكس، يبقى ياخده امتى؟ يوم الاحد اللي بعده، يبقى كان بص حضرتك اسبوع قبلها واسبوع قبلها، صح كده؟ طيب ريسك فاكتور للمالجنسيز يا دكتور. قال لك بص، على فكره الموضوع ده بيتبع الانسيدنس في الكانترز اللي هو موجود. فقال بص يا دكتور، ان الجاك انهبيتور ماي بي كونترا انديكيت، ماي بي كونترا انديكيت، حلو كده؟ ولكن ده قالوا عليه بص يا دكتور شيرد ديسيجن مع المريض، شيرد ديسيجن مع المريض، ما بيزودش الريت اكسبت بس للنون ميلانوما سكين كانسر، يعني اي سكين كانسر سكومس الكارسينوما بيزلسل ممكن تزيد اللي هو نون ميلانوما، غير كده ما بيزودش. البالمونري فينس ثرومبو امبوليزم بتزيد يا دكتور، يعني يزود الريسك اوف دي بي تي، يزود الريسك بتاع البالمونري امبوليزم. هنا السؤال بقى، لو واحد عنده انكريزد ريسك يا دكتور ما ياخدش، الا اذا كان انتي كواجيوليتد. هنا السؤال بقى، هو انت بتخاف من مين يا دكتور بقى؟ بتخاف من مين؟ وتقول له يا اما انت ما تاخدش الجاك ستات انهبيتور، يا اما تبقى انت كواجيوليتد الاول. الناس اللي عندهم ريسك فاكتور، طب قول لي كده الريسك فاكتور دي اعرفها ازاي؟ قول له بص يا دكتور، قول له بص، ايوه صح، اول حاجه السن، سن الكبير ما فيش موبيليتي، فقالوا كده اكتر من سن 65 سنه فده هاي ريسك، خصوصا مع مين؟ مع التوفاسيتينين. هو احنا دايما نقول توفاسيتينين دول لان ده اكتر واحد مجربين عليه، رقم اثنين الريسك فاكتور بتاع البلمونري امبوليزم العاديه اوبيز، ثلاثه عنده انهيرتد كاجيلوباثي اللي هم مين؟ نقص البروتين سي واس يا دكتور، او عنده انتي فوسفوليبيد سندروم. فاي من الريسك فاكتور، او هتعمل ميجر اوبريشن، عمليه نيورو، مش عارف عمليه اوبي جايني، عمليه فراكشر بتاع، فقال لك الناس دي يا دكتور، الناس دي لا تستخدم فيها في الناس الهاي ريسك دول الا اذا كانوا انتي كواجريت. طيب يبقى ده يا دكتور بالنسبه لك. هو سبب الهايبر ليبيديميا ولا في حاجه ثانيه؟ لا، ما انا بقول بص يا دكتور ايمان، مش الهايبر ليبيديميا بس، اي ريسك فاكتور للفينس ثرومبو امبوليزم. يعني ايه امبوليزيشن؟ انا قصدي الميكانيزم بتاع لا لا، انا مش عارف والله يا دكتور ايمان، هي مكتوبه معاها انها بتزود الريسك اوف فينس ثرومبو امبوليزم، بس انا بصراحه ما دورتش عليها، لكن حاضر اشوفها حاضر. فده يا جماعه ما يخص الكلام بتاع الجاك ستات انهبيتور. رجاء يا دكتور بقى لما تتسال في الجاك ستات خلي بالك على السيفتي، باعتبار ان هو متوقع الفارماكولوجي عندك انك الكلام ده ترصه زي الكتاب ما بيقول. الخلاصه يا دكتور بقى قبل ما ناخد ريست كده، بص يا سيدي، احنا قلنا الكلام في البيولوجي اهو، ثلاثة وثلاثة، تي ان اف الفا، انترلوكين 6 والاباتا 6، ثلاثة التانيين 17 23 حبيبنا البي سيل ديبليشن ثيرابي، ثم التارجتد سينثيتك. دول اسمهم ايه يا دكتور؟ سمول مولكيولز في الروماتولوجي. مين هم؟ اول ناس جاك ستات انهبيتور، ارجوك دول اربعه، ثلاثه جاك يا دكتور ومعاك التيروزين كاينيز رقم اثنين. بص يا دكتور، دول عباره عن ديول في الشباك لمواطنين كتير، بيشتغل عليهم سايتوكاينز كتير، انسى السلكتيفيتي لانها بتروح مع الدوز. تركز يا دكتور على ثلاثة، التوفاسيتينين والباراسيتينين والأوبا، وبعدين أشباه بقى مش عارف في كوريا والكلام ده. طب وبعدين؟ الناس دي مسموح بقى في البريجنسي واللاكتيشن كونترا إنديكيتد، كونترا إنديكيتد. الناس دي بتستخدم في مين يا دكتور؟ سيتلد في مين؟ في
في الالسيراتيف كولايتس او الانفلاماتوري باول والروماتويد والسيراتيك ارثروباسي. ترايلز في مين يا دكتور؟ ترايلز في كل الناس، اي حاجه هتكتبها تطلع صح. النقطه الثانيه، النقطه الثانيه، جرعتك كام؟ زي اسمك توفاس 2 جرعته كام؟ 5 1 في 2 عاملين سستيند ريليس 11. بيرسيتينيب رقم 2 هو 4 بس منه 2 مللي جرام. انا قلت لك ليه ميزه ونسيت اقولها، قلت لك ليه ميزه ونسيت اقولها، سامحني اقول لك حالا. الاوباسيتينيب يا دكتور جرعته كام؟ 15. في اليابان منه 7.5. بيفاسيتينيب 100 150. الادويه دي يا دكتور اهم نقطه في الامتحان بتستخدم امتى على حسب الليار جايد لاينز. قول له بص فيلد كونفشنال او البيولوجي ما هوش نافع، يبقى تستخدم الادويه دي. هنا السؤال يا دكتور، اه معلش، هو انت ممكن تعمل كومباينيشن ما بين الجاك ستات والتينيف بلوكر؟ لا. الامين سبريسيف العنيفه السايكلوسبوريك؟ لا، عشان ماركت امين سبريشن غير مسموح بيه. طيب السيفتي بقى يا دكتور، تقول والله كلينيكال ولاب، كلينيكال ولاب، ودي فيها مسائل بقى الله يسترك. اخبار السي بي سي بتاعتك، ليفر فانكشن تيست، رينال، والهايبر ليبيديميا. وبعدين بتخاف من الانفكشن هيربس زوستر؟ يا سيدي طعمه قبلها ارجوك، والتطعيم نوعين. اللي بعده انكريز الانسيدنس اوف مالجنس اوفر اول مش قوي يعني، ما عدا النون سكين ميلانوما. نخش على اللي بعده، الفينا ثرومبو امبوليزم يا دكتور، ده بالنسبه للجاك ستات انهيبيتور. ايه بقى موضوع ميزه الجرعه بتاع الباريسيتينيب اللي هو 2 مللي جرام ده؟ ايه الميزه اللي فيه يعني؟ قال لك بص يا دكتور، مش انت في الجايد لاينز في الروماتويد، في الجايد لاينز في الروماتويد كنت سالت في دكتور قالت زمان، قالت ايه؟ يفضل لما نستخدم تي ان اف يا دكتور اللي هو الجرعه بير كي جي مثلا، فكان يفضل التوسيليزوماب. ليه؟ انت لما تعمل تيبرنج هتقلل الجرعه. فقالوا بص الباراسيتينيب ده نستخدمه لو اولد ايج يا دكتور، اتنين حلو عشان التيبرنج. يعني يقول لك كده في الجايد لاينز، لو انت ماشي على جاك ستات انهيبيتور ومعاك استيرويد ومعاك ميثوتريكسيت هتسحب ازاي يا دكتور؟ اول واحد الاستيرويد، المريض ستل دي سنه لسنه ونص ثابت، تقوم تسحب بدايه في الجاك ستات. والله هو كان ماشي على توفاسيتينيب 5 1 في 2 يبقى 5 1 في 1. طب ما هو كان ماشي على باراسيتينيب 4، طب ما هو في 2 اهو، يبقى الميزه بتاعته في الناس الهاي ريسك الانفكشن والناس الاولد ايج والمودريت رينال امبيرمنت. اكمل السيجنال ترانسدكشن بس بعد ريست 3 دقائق. جيم ريكورد. طيب انا قلت تاني اهو، لا السؤال السمول مولكيول كله على بعضه، اولهم الجاك ستات. اوعى تنسى يا دكتور معلومه الجاك ستات في الانفلاماتوري باول، اوعى تنسى. هو الكلام كله كان على التوفاسيتينيب، بس خلي بالك التوفاسيتينيب جرعتك كام؟ انك بتستخدم ال 10 توايس ديلي في الالسيريتيف كولايتس، خلي بالك. لكن المكتوب في البتاع الانالز بتاع ال 2020 قالوا ايه؟ كل ما تروح الناحيه الشمال تستخدم النون سيلكتيف، الناحيه اليمين السيلكتيف احسن. عشان كده في الكرونز ديزيز نتائج التوفاسيتينيب مش قوي، السيلكتيف هم الاكثر. تاني معلومه في السمول مولكيول يا دكتور اللي هم الديول برضو اسمهم الماب كاينيز. طب والثالث حاجه اسمها سبلينيك تايروزين كاينيز، وحاجه اسمها البي تي كي اللي هو البروتون بروتا ده تايروزين كاينيز، ثم نيوكلر فاكتور كابا بيتا. بص يا دكتور، لو قعدنا من الصبح نحفظ بقى، الناس دول عبارة عن ديول للريسبتور، ديل للريسبتور. هذا الديل يا دكتور غير مسموح ان يروح النيوكليوس اهي، ادي النيوكليوس اهو عزيزة البيت دي. فلازم يجينا سيجنال ترانسدكشن من هنا يوصل هنا وهكذا وهكذا. طيب انا اعمل ايه بقى عشان احفظهم؟ تقول له بص يا دكتور النتيجة النهائية ان هذه السيجنال لما تشتغل يطلع عندنا برو
انفلاماتوري ماتيريال. ايه هي بقى؟ سايتوكاين تطلع زي ما تطلع. النقطة الثانية ان كل هذه السيجنال ترانسدكشن استادت في مين؟ في الروماتويد. المعلومة الثالثة ان كلهم في الترايلز يا دكتور. كلهم في الترايلز خصوصا في الروماتويد الستاندرد يعني. أول حاجة هو الماب كاينيز ده يا دكتور هيشتغل ازاي؟ قال لك بص الماب كاينيز ده لما يشتغل الديل عشان ما تنساش اكتب كلمة مراية. ايه مراية دي؟ اللي بيبقى اكتيفيتد منه يا دكتور حاجة اسمها ماب 2 و3 كاينيز اهو، يبقى مراية. طب وده لما يبقى اكتيفيتد، بص يا دكتور 2 و3 3 3 يشغل بروتين اسمه رقم 38. علم على ده بقى 38 ده يا دكتور اللي مسموح له يروح للنيوكليوس وتخليها تطلع البرو انفلاماتوري ماتيريال كلهم موجودين في الروماتويد وهكذا. فقال لك طب انت جبت الكلام ده منين؟ قال لك اول معلومه عن البيث 38 ده بتقول ايه؟ ان موجود في الساينوفيال تيشو بتاع الروماتويد. طب رقم اثنين يستيميليت الانفلاماتوري سيلز تطلع تي ان اف الفا انترلوكين 1 بيتا ويزود الاكسبريشن بتاع السايكلين اوكسجينيز واراكيدونيك اسيد وقصه البروستاجلاندين والكلام ده. فعشان كده انت تحس ان البي 38 ده وحش فطلعوا له انهيبيتور. وعشان تبقى الامور هوايل علينا وعلى دماغتنا يعني اولها ارقام. اول هوايل اسمه الفي اكس 702. ساعات وانا داخل الامتحان انسى كل حاجه الا الرقم ده، انا مش عارف او بتيجي كده وخلاص منه دايلمه كبيره كده صعب تحفظها يا دكتور، او بالاحرى صعبه وحرام تحفظها يعني. بس ده الانهيبيتور بتاعه. تاني الماب كاينيز خلاصته ايه؟ مرايه. الديل يفوسفوريليت ماب 2 و3 يشغلوا البي 38 ده وحش. موجود في الساينوفيال تيشو في الروماتويد يعلي التي ان اف انترليوكين 1 بيتا الكوكس اللي هو السايكو اوكسجينيز. خد الثانيه ده السيكوال بي تي كي. قال لك احنا مش احسن من الماب كاينيز. قالوا طب يعني انت بتعمل ايه يعني؟ قال لك فوسفوريليشن لهم هما الاسبلينك تيروزين كاينيز والبي تي كي. طب امال التكه فين؟ التكه فين يا دكتور؟ انها تشغل حاجه. قال لك بص 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 حاجه اسمها الجي ان كي. طب ودي تعمل ايه يعني؟ تروح على النيوكليس تطلع سايتوكاينز. قال لك طب بص ده بقى على ذكر البروتا ده، فاكر انت في البيسل ففي الروماتويد اوفر اكسبريس دي يخلي البيسل تطلع اوتو انتيبوديز اللي هما مش عارف روماتويد فاكتور وان سي سي دي. اثنين تستيميليت ريليز في انترليوكين 6 اللي مش عارف كان بيعمل انيميا وثرومبوسايتوزس وكلام من ده. قالوا طيب طب ما تيجي نقفل السكه دي بقى. قال لك الانتيبادي اللي صنعوه اسمه الفوستاماتينيب. تاني الماب كاينيز المراية بتاعته ماب 2 و3 عشان تشغل مين؟ بي 38 ساينوفيال ممبرين وزيادة انفلاماتوري سايتوكاينز. تقفله بايه؟ بي 6 702 البروتا والسبليك تيروزين كاينيز هم في الديل برضه بس التكة شغاله مين؟ سميه جانك سميه زي ما تسميه. ده الاستيميليت البي سيل يطلع اوتو انتي بادز. النقطة الثانية انترليوكين 6. خش على اللي بعده نيوكلير فاكتور كابا بيتا. قالوا بص كابا بيتا 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 قال لك يشغل البي 50 و52